اسأل أكثر. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. هزم الإرهاب في حلب. يضع الجيش السوري وحلفائه الآن اللمسات الأخيرة على عودة شهباء إلى حضن الدولة السورية، ولم يبقى تقريبا سوى الإعلان الرسمي. لا شك في أن دمشق كسبت اليوم الجولة الأهم على مدى سنوات الأزمة. الآن يبقى أن نسأل، ماذا بعد حلب؟ حان الوقت لهذا السؤال. الحديث عن وجهتين لا ثالث لهما، إما استكمال العمليات العسكرية أو التوجه نحو المفاوضات. فما الوجهة التي ستسلكها الأوضاع؟ إن كانت عسكرية فكيف؟ وإن كانت سياسية فبأي شكل؟ كيف ستستثمر دمشق وحلفاؤها هذا الانتصار الكبير؟ وماذا أيضا عن الدول الداعمة للجماعات المسلحة؟ هل تقتنع أخيرا أنه لابد من طاولة المفاوضات؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفي حوار RT لليلة. لحوار الليلة معنا مشاهدينا الأعزاء من إسطنبول دكتور نصر الحريري الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، ومن بيروت السيد يونس عودة الكاتب والمحلل السياسي. يمكنكم مشاهدينا الأعزاء أن تشاركوا معنا في هذه الحلقة من خلال التصويت على صفحتنا على موقع تويتر RT Arabic عبر الإجابة على هذا السؤال. بعد حلب، إلى أين تسير الأمور في سوريا؟ نحو حسم عسكري أم نحو تسوية سياسية؟ أيضا يمكنكم التصويت على موقعنا على الانترنت arabic.rt.com عبر الإجابة عن السؤال نفسه، بعد حلب إلى أين تسير الأمور في سوريا؟ رحب بكما ضيفي الكريمين. سيد يونس عودي من بيروت، أبدأ مع حضرتك، وبحسب قراءتك ما الأهمية الاستراتيجية اليوم لهذا الانتصار الذي تحققه دمشق وحلفاؤها في حلب، وكيف تتجه الأمور؟ أولا مساء الخير لك ولضيفك أيضا. في الواقع أن عملية تحرير حلب من الإرهاب تشكل فيما تشكل ضربة استراتيجية للمشروع التدميري الذي أريد لسوريا. هذه نقطة تحول في مسار المعركة سوف تنعكس على مجمل الميدان السوري لاحقا بلا شك، والدليل على ذلك هو الاهتمام الإسرائيلي المنقطع النظير في توصيف الانتصار الذي تحقق في حلب والمخاوف التي عبر عنها الإسرائيليون من أن يكون لهذا الانتصار تداعيات على ميادين أخرى في سوريا لا سيما في الجبهة الجنوبية، وهذا بالتأكيد سيكون. المهم في هذا الانتصار الذي تحقق اليوم هو ضرب للمشروع التكفيري التدميري الذي رعاه الغرب ومولته دول الخليج وتركيا، وهم الآن يندبون حظوظهم رغم محاولات كثيرة حاولوا من خلالها إعطاء الغطاء وشرعنة الإرهابيين تحت مسميات مختلفة لكنهم لم ينجحوا. الآن يحاولون عبر البكائيات التي يرفعونها عن انتقامات حصلت وهي لم تحصل أصلا، هم يشيعون كثيرا لتشويه هذا الانتصار واعتباره بأنه فارغ من مضمونه. بكل الأحوال هذا التحول سيؤدي كما قلت في البداية إلى تداعيات كبيرة على مستوى الميدان، وقد رأينا عشرات المسلحين كيف يستسلمون. نعم. حتى أن بعضهم يعني حقن ربما بمواد مخدرة أو أعطي حبوب هلوسة عندما أسر وكان يتحدث بكلمات غير مفهومة وبفم مرتخن، والدليل على ذلك حالة الانهيار الكبيرة التي حصلت في صفوف المسلحين الذين تركوا الأسلحة والذخائر خلفهم وتركوا حتى عائلاتهم التي احتضنها الجيش السوري ونقلها إلى أماكن آمنة الذين خرجوا، وهذا دليل على إنسانية البعد الإنساني في المعركة التي رعته روسيا من خلال نقل حوالي 120 ألف مدني من بداية المعركة حتى اليوم، وإضافة إلى ذلك إلى استكمال هذه المعركة ببعدها الإنساني من خلال إيصال المساعدات.
نعم. إذا نقطة تحول استراتيجي في الميدان السوري كما تقول حضرتك سيد يونس. اسمح لي أرحب مع حضرتك أيضا بالسيد نصر الحريري معنا من إسطنبول مباشرة. سيد نصر، إذا كانت هناك الآن تحول استراتيجي في الميدان، المعارضة لابد يعني تنظر إلى أنها خسرت في حلب بغض النظر عن توصيف للجماعات التي كانت تقاتل في المدينة. هل تتبنون اليوم كمعارضة مقاربة مختلفة للتعاطي مع الأزمة؟ يعني أولا مساء الخير لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني أنا باعتقادي أن معركة حلب لا شك هي معركة خسارة، وخسارة ليست قليلة، لكن أن نذهب بعيدا ونحلق كثيرا بأن نصور أن هذه المعركة هي المعركة الأخيرة أو أنها المعركة الحاسمة، فأعتقد أننا نسبح في خيال. ذلك أنه هذه المدينة هي بالأصل في بداية الثورة وفي منتصف الثورة بالأصل كانت مع نظام بشار الأسد. ثانيا، من قام بالتقدم على الأرض ليست قوات النظام السوري، وجميعنا يعلم ذلك، والأسرى الذين كانوا موجودين مع الثوار وكلهم من الأفغان يعلمون ذلك. وهذا التقدم لم يكن ليحصل لولا الغطاء الروسي الكثيف الذي استخدم سياسة الأرض المحروقة، واستخدم كل أنواع الأسلحة بما فيها المحرم دوليا والأسلحة التي تجرب لأول مرة في سوريا، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. رابعا، خلال 6 سنوات وعد النظام وحلفائه عشرات المرات أنها انتهت، ولا آخر الشهر أو بالعيد القادم ستكون سوريا منتهية. من يحلم بأنه سيكون هناك حسم عسكري لأي طرف من الأطراف أعتقد أنه غير واقعي أبدا. هذا كلام جديد على كل حال. أن يعيد الأمن على كل حال، هذا كلام جديد من جانب المعارضة سيد نصر. المعارضة كانت دائما يعني تمحو نحو الحسم العسكري. المعارضة أيضا كانت تقول من يسيطر على حلب يسيطر على سوريا. هذا كلام من جانب المعارضة سمعناه على مدى السنوات الأربع الماضية. سيدي، مؤتمر الرياض صار عمره اليوم سنة، ومؤتمر جنيف 2 صار عمره 3 سنوات. فيها قلنا أن الخيار الاستراتيجي بالنسبة لنا، وهذا موجود، وإذا أردت أرسل لك البيان الختامي، الخيار الاستراتيجي هو الحل السياسي الذي يضمن تطلعات الشعب السوري ويستند للمرجعية الدولية. ولم يكن استخدام السلاح خيارنا، استخدام السلاح هو ردة فعل وهو دفاع عن النفس أمام الاستخدام العسكري العشوائي من قبل النظام وحلفائه. هذا لا يعني أننا لن نستمر في أي خيار آخر إذا النظام والروس وإيران يعني ظلوا يرفضون موضوع الحل السياسي ويتخذون من العملية العسكرية بحجة الإرهاب الخيار الوحيد. أنا أقول أن اليوم حلفاء النظام يسيطرون على مدينة مدمرة خالية من السكان، لن يستطيعوا إعادة الأمن والاستقرار والسيطرة على الجغرافيا وعلى الحدود ومحاربة الإرهاب والتخلص من كل المشاكل بهذه الطريقة. يعني أنا اليوم للجميع أن يقتنع أنه بعد 6 سنوات لا يمكن تطويع إرادة الشعب السوري، ولا يمكن كسر هذه الإرادة، والغطاء الجوي الروسي الكثيف لن يستمر لمئة عام حتى يضمن حماية كل هذه القوات الموجودة على الأرض. اسمح لي أسأل سيد يونس من بيروت، كيف يقرأ هذا الكلام الذي تفضلت به حضرتك سيد نصر الحريري؟ هل تقرأون مقاربة مختلفة من جانب المعارضة سيد يونس بالنسبة للتعاطي مع الأزمة في سوريا بعد انتصار الجيش السوري في حلب؟ يعني بلا شك أن الأوهام لا تزال موجودة لدى الكثيرين، وربما السؤال الأمثل الآن ماذا تشكل المعارضة التي عقدت في الرياض اجتماعا لها، ماذا تشكل على الأرض، من يقاتل على الأرض؟ أليس هم الإرهابيون داعش والنصرة وجيش الإسلام الذين هم بوتقة واحدة؟ يعني أنا يعني أفضل أن يكون موضوعيا ولا تكون الأوهام هي التي تسيطر على العقول. يعني حين يقول السيد نصر الدولة السورية الوطن، حين يقول السيد نصر أن من يتوهم يعني بإمكانية الحسم العسكري يعني رعيها لمن يريد الحوار. سيد يونس، هناك نقطة مهمة قالها السيد نصر الحريري من إسطنبول، من يتوهم أن هناك إمكانية للحسم العسكري في سوريا فهو واهم. هذا كلام جديد من المعارضة نسمعه.
نعم أنا أثني على هذا الكلام. إذا وصلت المعارضة يعني إذا تعقلنت المعارضة ولم تعد تستمع للسعودية ولا لقطر ولا للغربيين في أن يحرقوا بلدهم أكثر وأن ينحوا باتجاه الحل السياسي. وأنا أعتقد أن سوريا دولة وحكومة وجيشا وشعبا بالتأكيد يفتح ذراعيه لمن يريد أن يعود إلى وطنه. وهذا كلام ليس جديدا من السلطات السورية، من الحكومة السورية، من القيادة السورية، هذا على مدى سنوات. من يلقي السلاح ويعود إلى الوطن هو مواطن له كامل الحقوق والواجبات، ولا سيما أننا رأينا عمليات المصالحة التي حصلت. هذا أكبر دليل على ذلك، أن من يريد أن يكون مواطنا صالحا يعيش تحت سقف الوطن مرحب به على كل المستويات. لكن أن يستمع إلى نصائح الذين أحرقوا سوريا ويريدون إحراق سوريا بمزاعم هم تراجعوا عنها حتى الآن ولم يعد لديهم هم سوى إشعال سوريا وإشعال الفتنة في سوريا، أنا أعتقد أن هذا كلام يعني للاستهلاك من أجل استدرار العطف، وكأن الغرب يناسبه اليوم أن يسمع مثل هذه الكلمات اليوم، وهو الذي يزج بهم في أتون هذه الحرب المستمرة منذ 5 سنوات ونيف. لا شك في أن ما بعد حلب ليس كما قبلها. اليوم فصائل المعارضة التي يحلو للغرب أن يسميها بالمعارضة المعتدلة ويصنفها إلى تصنيفات مختلفة، سيد نصر الحريري، هل تبقي المعارضة على تعاونها مع الفصائل المتشددة، فصائل مدرجة على اللائحة الأممية للإرهاب مثل جبهة النصرة وغيرها، هل تبقي المعارضة على هذا التعاون مع فصائل من هذا النوع؟ أم تتخذ منحى استراتيجي آخر بفك تعاونها مع الإرهابيين؟ بس يعني إشارة واضح أن هناك حالة من النشوة أو السكر، لكن هذه ستنكشف قريبا. يا سيدي، من حقق التقدم اليوم قوات أجنبية لديها فرقاطات وغواصات وحاملات طائرات وأسراب من السوخوي تملأ أجواء سوريا وميليشيات بعشرات الآلاف. لا يوجد جيش سعودي ولا قطري ولا تركي ولا إماراتي ولا أردني ولا أوروبي ولا أمريكي في سوريا. تعرف اليوم بشار الأسد منذ نحو شهرين الطيران الروسي لم يعد له وجود. الطيران الروسي لم يستهدف أي أهداف في حلب منذ نحو شهرين سيد نصر. سيدي هذا كلامك وكلام روسيا اليوم. نحن اللي على الأرض وعم نشوف الطيران الروسي اللي عم يقصف ليل نهار، ولافروف لم يقدم طال عملياتنا العسكرية مستمرة، وسندعم الجيش السوري حتى يسيطر على. أجيب لك تصريحات لافروف كم مرة بالأسبوع حكى أنه العمليات مستمرة. اسمح لي بكلمة سيد نصر. رادارات تحالف الدولي وطائرات الأواكس التي تحلق في سماء سوريا لم تقدم دليلا على أنه من شهرين إلى الآن الطائرات الروسية قصفت أهداف في حلب. يا سيدي هلأ ممثلين كل الدول اللي هاي الرادارات تابعة لهم الآن في جلسة مجلس الأمن كلهم قالوا لروسيا الطائرات هي اللي عم تقصف والقصف الروسي والقصف الروسي. إذن ثانيا السؤال تبعك تبع التنظيمات الإرهابية، أول من اتخذ موقفا من التنظيمات الإرهابية هي المعارضة السورية، وأول من فتح جبهات رسمية هي المعارضة السورية ودفع الثمن غالي شهداء. هذه الفصائل الإرهابية ليست من النسيج المجتمعي السوري، تحمل أجندة خارج وطنية عابرة للحدود. ولكن أنا أوجه السؤال الآن، يعني بدل ما يتمرجل بوتين على المدنيين في حلب كان الأولى له حماية تدمر من داعش الذي سيطر عليها قبل أيام، هذا إذا كانت السيطرة حقيقية، لأنه أغلب الإشارات تقول أن هناك يعني تمثيلية سياسية. حضرتك هذه التنظيمات الإرهابية لا يستطيع الأحد أن يتكلم عليها يعني بعد عشرات المعارك. هاي كلمات حضرتك سيد نصر انه النظام وحلفائه سيطروا على مدينه خاليه، شوي بترجع بتقلي انه اتمرجل على المدنيين في حلب. ما حضرتك قلت انها خاليه؟ ايه طبعا، ظل يا سيدي ظل يقصف بالمدنيين من 3 شهور الى الان. الان هناك اتفاق لافراغ المدينه، فبالتالي النظام سيسيطر على مدينه بدون سكان. اما خلال 4 شهور الماضيه كان القصف ليلا نهارا باستخدام القنابل العنقودية والارتجاجية والنابالم والغازات السامة ومقاطع الفيديو والشهداء بالآلاف يعني طبعا. أما الآن الاتفاق تريد روسيا أن تستلم المدينة بدون مدنيين وبدون سكان. طيب اسمح لي أسأل سيد يونس عودي، بما أنه مقاربته مختلفة للأزمة
في سوريا عموما. سيد يونس، هل تتوقع اليوم أن تنحو الحكومة السورية باتجاه مختلف، مثلا باتجاه العودة إلى المفاوضات السياسية لحل الأزمة، أم أن هناك ربما أهداف عسكرية أخرى أمام الحكومة لابد من تحقيقها؟ أولا، المفاوضات مع من؟ هذا هو السؤال الأول. إذا كان المفاوضات مع الإرهاب فهذا طبعا غير ممكن، ولن يكون ولا يجوز أصلا، وهو مصنف منذ البداية أن الحوار مع الإرهابيين غير ممكن. الإرهابي الذي يلقي السلاح يمكن أن يتم التعاطي معه على أساس أنه ارتكب جرائم هو خارج عن القانون. أما أي معارض آخر خارج التنظيمات الإرهابية التي لم تتمكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت كل هذه العملية من تصنيف الإرهابيين من غير الإرهابيين، لأنها على قناعة تامة أن كل من حمل السلاح هو إرهابي. الولايات المتحدة التي دربت الآلاف لم يبقى منهم سوى 5 أشخاص، 5 أفراد فقط لغير، كلفوا الولايات المتحدة $500 مليون. يعني لا أعرف إذا كان هناك من يجب التحدث معه. طبعا يوجد بعض الشخصيات وهذا شيء ممكن وموجود. هل هؤلاء يعني يمتلكون قرارهم بذاتهم؟ سمعنا كثير من الأسماء التي مرت تارة على المجلس الوطني، تارة على لا أعرف من هي المجالس التي سميت واندثرت الواحد تلو الآخر، من برهان غليون إلى جربة إلى لا أعرف من، إلى السيد الحريري بحد ذاته. سمعنا كثير من الأسماء التي مرت منذ بداية الأزمة السورية والتي استخدمها الغربيون. 120 لولا اجتمعوا في تونس منذ الأسبوع الأول وقالوا أنهم يريدون أن تستسلم سوريا وتكون ضمن المشيئة الأمريكية. صمدت سوريا، وهؤلاء الذين تكاذبوا وتسلموا الأموال الآن هم غير موجودين. وأثري ولم يعد لديه سوى أن ينزل في فنادق 5 نجوم. كيف يمكن أن تحاور مثل هؤلاء الذين هم تركوا المعارضة أصلا وأخذوا الأموال وصمدوا يعيشون حياة مترفة؟ مع من تتحاور الحكومة السورية؟ حين سألت حضرتك هذا السؤال نفهم تلقائيا أن طريق الحوار ربما لا يزال مستبعدا. أي طريق اليوم أمام المعارضة سيد نصر الحريري نظرا إلى ما جرى في حلب؟ طريق المواجهة العسكرية يبدو مسدودا، يبدو أنه يعني يقود الجيش السوري إلى انتصار تلو الآخر. لماذا لا تتخذ المعارضة السورية مقاربة مختلفة؟ مثلا المفاوضات بدون شروط يعني مسبقة. بس أولا المفاوضات تبع كفراية والفوعة والزبداني كانت المفاوضات بين الفصائل وإيران، لم يكن هناك أي وجود لنظام المقاومة نظام بشار الأسد. وفي المفاوضات هذه التي توصلوا الآن فيها لوقف إطلاق النار، المفاوضات بين ممثلين عن الفصائل مع النظام الروسي، لا يوجد أي حدا من قوات نظام بشار الأسد الذي لم يعد وجوده أكبر من واجهة فقط تتذرع فيه القوى الأجنبية التي تقاتل على أراضي سوريا. الآن بالنسبة للسؤال، أنا قلت لك أنه خيارنا الاستراتيجي هو الوصول للحل السياسي، لأنه أي قطرة دماء اليوم تراق في سوريا هي خسارة للجميع، ولا يجوز لسوريا أن تستمر في هذا المستنقع من أجل شخص. الشعب السوري العريق اللي عدده 23 مليون نسمة أكيد قادر على اختيار شخصيات تقوده وتتداول السلطة كل فترة، لا أن يبقى إلى الأبد وندمر البلد من أجل شخص. هل أنتم مرتاحون سيد نصر؟ ثانيا، ذهبنا إلى التفاوض أكثر من مرة ومستعدون للتفاوض الآن من جديد. هذا التفاوض له أصول، أصول الشرعية الدولية، هناك قرارات وافق عليها الجميع، وأصول تطلعات الشعب السوري. لا يمكن اليوم لمن ارتكب كل هذه الجرائم بدل أن يذهب إلى محكمة الجنايات الدولية أن نعمده رئيسا على سوريا من جديد. لا يمكن أن يعود 14 مليون مهجر اليوم. هل أنتم في المعارضة؟ أنا آسف، أحيانا يبدو ما عم بسمعك. هل أنتم في المعارضة مرتاحون لموقف الدول الداعمة؟ لا طبعا لا لا لا. كيف أمريكا، كيف تفسرون الشعب السوري؟ لا، قبل أن نصل إلى أمريكا، يعني موقف تركيا من معركة حلب، كيف تفسرون هذا الموقف؟ سيدنا، الآن احنا في عندنا معسكرين، معسكر يدعم النظام من بداية الثورة بشكل غير مباشر اللي هو الروس وإيران،
أخذوا موقف واضح وصريح بالذهاب بدعم النظام عسكريا وماديا وبشريا وسياسيا حتى النهاية. هناك معسكر آخر تقود الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر دولة، لا تستطيع دولة بمفردها أو مجموعة دول دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى روسيا عشان ما نروح بعيد، حتى روسيا لولا موافقة أمريكا لن تجرؤ أن تقوم بهذه البلطجة وهذه الجرائم في سوريا. فأمريكا رفضت منذ البداية تقديم دعم نوعي للثوار هي نفسها، ومنعت أي دولة أخرى من تقديم هذا الدعم في إعطاء مد واضح وعلني لإيران في المنطقة وفي المحافظة على نظام بشار الأسد للحظة الأطول. ليس طبعا حبا ببشار، بشار سيذهب، لا حدا يحلم أنه بشار سيبقى، إنما من أجل إطالة أمد الصراع للدرجة التي تستنزف فيها أمريكا كل أعدائها على الأرض السورية. وللأسف الشديد من يدفع الثمن هو الشعب السوري من دماء أبنائه ومن دماء النساء والأطفال. طيب فهذا هو الموضوع. قالها لا تستطيع قالها أي دولة. سيد يونس قالها قبل لحظات، سأعود إلى حضرتك معها حين أعود إلى حضرتك بعد دقائق، لكن اسمح لي أنتقل إلى سيد يونس. موقف الدول الداعمة للمعارضة هل تبدل، خصوصا بالنظر إلى موقف تركيا من معركة حلب؟ هاي أولا. ثانية نقطة قالها السيد نصر الحريري، هل تعتقد سيد يونس أن روسيا تنتظر ضوءا أخضر من أحد لتنفيذ سياستها في مكان ما؟ يعني في الواقع هناك دائما الذي يشعر بالهزيمة يحاول أن يفتش عن أي كلمة للخروج من الإحراج. كيف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تصارع روسيا على أبوابها أن تسمح لها أو أن تنسق معها في هذا الموضوع؟ حاولت روسيا التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الإرهابيين في كيفية تصنيف الإرهابيين، حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي، لأنها تواصل دعمها لهذا المشروع الذي تموله السعودية الذي غاب عن بال ضيفكم أن يأتي إليها بكلمة، وهو يعلم تماما أن كل الدول الغربية على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وعشرات الدول مع الفورة التي أدارتها أمريكا للاستيلاء على كل البلاد العربية، الإخوان المسلمين وغيرهم، هم أولئك الذين الآن يحاولون أن يبرمجوا الإيقاع الجديد على ما حصل في الميدان من انتصارات للجيش العربي السوري المدعوم طبعا من روسيا ومن إيران ومن محور المقاومة ككل. لكن أن نقول أن الهدف هو إسقاط بشار الأسد، استخدمتكم من الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير بلدكم، أنتم ذهبتم بأرجلكم وعانقتم الولايات المتحدة الأمريكية التي أوهمتكم بديمقراطية زائفة ستصلون إليها، وهذا لن يحصل، ولن تعطي الولايات المتحدة الأمريكية ديمقراطية لأحد. الديمقراطية ثقافة، هذه ثقافة تبدأ من الشعب وليس من السلطات بكل الأحوال. لكن ماذا عن موقف تركيا؟ ما هو مشروعكم منذ الأساس؟ لم تقل هذه المعارضة أن لديها مشروع، قالت أنها تريد إسقاط بشار الأسد. هل المشكلة في شخص بشار الأسد؟ أنا لا أعتقد. الكل سأل ما هو البديل؟ البديل كان أن يقتب الإرهاب إلى سوريا واستخدم المعارضة كجسر عبور لهذا الإرهاب اليوم. عبر تركيا والممول من السعودية التي أولدت وأنجبت هذا الإرهاب ووزعته. بعد كل هذه التطورات اليوم كان لافتا جدا يعني الصمت التركي إزاء معركة حلب. تركيا التي كانت تقول أن حلب تشكل لها امتداد وعمق استراتيجي، اليوم سقطت حلب خلال أسابيع قليلة ولم نسمع أي تصريحا من التصريح التركية التي كنا نسمعها. كيف تفسرون هذا الموقف التركي؟ أولا حلب لم تسقط، حلب استعيدت إلى الوطن، لم تسقط ولن تسقط. الذين يسقطون هم الإرهابيون ومن رعاهم. تركيا الآن هي بين المطرقة والسندان، بين المطرقة الأمريكية والسندان الروسي، تحاول أن توائم بين الاثنين. هي أدركت تماما أن معركة حلب اتخذ القرار بتحرير حلب وليس هناك من عودة عن هذا القرار، تحاول أن تمشي بين خطوط النار بين الألغام لحفظ
على الأقل ما يمكنها أن تحفظ من التنظيمات التي ترعاها في الشمال السوري. ولذلك يقول وزير الخارجية التركية منذ الأمس واليوم أكد على ذلك تكرارا أن هناك مفاوضات مع روسيا لعله يمكن الحصول على وقف لإطلاق النار من أجل إخراج المسلحين. هو المقصود إخراج المسلحين تحت يافطة المدنيين الذين يمكن أن تظهر على الأقل تركيا أمامهم بناء على تفسيرات حضرتك سيد يونس. يلزم تركيا بأن تتراجع خطوة إلى الوراء لتبيان ما يمكن أن يحصل في اللاحق، ومن بعدها يمكن أن تقرر بناء على هذه التفسيرات ستكون صامتة هذه الأيام. بناء على هذه التفسيرات ربما هناك من يقول لك أن المعارضة قلق الآن من التغييرات على الساحة الدولية، هل أنتم قلقون سيد نصر الحريري من التغييرات على الساحة الدولية؟ نبدأ من الولايات المتحدة، أيضا من الموقف التركي المريب إن صح القول مما جرى في حلب. يعني بس إشارة لو سمحت، يعني أنا عندما قلت عن أنه أمريكا تسمح لروسيا هذا من أدلة، يعني لم نشاهد يعني عدم مؤاخذة هذا الاستعراض العسكري الكبير لبوتين عندما الولايات المتحدة انتزعت الترسانة الكيماوية التي طالما تغنى بها محور المقاومة خلال 48 ساعة. لم نشاهد مقاومة ولا صمود ولا رفض، كان هناك انصياع كامل. قبل أسابيع قليلة عندما دبلوماسي من الدرجة الثالثة من الخارجية الأمريكية بعث برسالة أنه أي طائرة ستدخل الأجواء مدينة الحسكة أو محافظة الحسكة دفاعا عن حزب الاتحاد الديمقراطي سيتم إسقاطها. كذلك لم نشاهد الاحتجاج الخامنئي ولا البوتيني، يعني كان هناك انصياع كامل. اليوم روسيا تمارس هذه الجرائم في ظل سكوت وتفاهم أمريكي. نعم تغيرات الساحة الدولية هي تغيرات مهمة، وأي إنسان صاحب قضية يتأثر إيجابا أو سلبا. الدور المدمر لإدارة أوباما ليس الولايات المتحدة في المنطقة من سياسة الانسحاب وهذه السياسة الرمادية وفتح الباب أمام التوغل الإيراني وفتح الباب أمام التدخل الروسي لا شك هو يقلقنا جدا ويقلق كذلك العديد من الدول. وأنا وبناء على تركيا بناء عليه هناك من يقول أن المعارضة التي خذلت من الموقف الأمريكي بناء عليه هناك من يقول أن المعارضة عليها يعني أن تلحق بالركب كما يقولون، يعني ربما طبعاً ربما ما يناسب المعارضة يعني اليوم لن يناسبها غدا. سيدنا اللحاق بالركب لا يعني القبول ببشار الأسد. الآن روسيا هي دولة متدخلة في سوريا، ومنذ بداية الثورة نعلم أهمية الدور الروسي، وحاولنا مرارا وتكرارا أن نغير قناعات الروس بأن الرهان يكون على الشعب والمصلحة تكون مع الشعب السوري وليس مع النظام ومع كبار مجرمي النظام الذين ارتكبوا هذه الجرائم. طيب في اللحظة التي تشعر فيها روسيا أنها بحاجة إلى إعادة الأمن والاستقرار وإلى إرساء حل سياسي حقيقي أكيد ستكون هناك شراكات حقيقية، لكن بهذه الطريقة ستدخل سوريا في حرب استنزاف. باختصار أسأل حضرتك الآن مع انتهاء الوقت نقطة أيضا ذكرها السيد يونس قبل أن أعود إليه بنصف دقيقة، يعني ألا تلفت نظركم المخاوف الإسرائيلية من سيطرة الجيش السوري على حلب؟ ألا يجب على المعارضة السورية التي يفترض أن تكون وطنية وهمها الدولة السورية يعني أن تقلق من أي فرح إسرائيلي لما يجري على الساحة السورية؟ طبعا يهمنا الشعب السوري وتهمنا الدولة السورية وتهمنا المؤسسات السورية. طبعا هذا شيء، ونظام بشار الأسد ويعني كبار رموز النظام هذا شيء آخر. ونحن في مبادراتنا السياسية دائما نحرص على وحدة واستقلال وسيادة سوريا والحفاظ على مؤسساتها، هذا شيء طبيعي. ولكن الأولى اليوم بالدولة السورية بدل أن توجه البنادق تجاه المدنيين أن ترد مثلا على الاعتداءات الروسية الإسرائيلية التي أصبحت شبه يومية شبه يومية تقريبا الاعتداءات اليوم. هناك من يقول من الدولة أن التي أن تستجلب أن القوى الخارجية أن المعارضة ضد الجيش السوري سهل هذه الاعتداءات الإسرائيلية. سيد يونس عودي باختصار سيدي مين اللي هجم على مين؟ سيد مين اللي هجم على مين يا سيدي؟ الجيش سيد السوري اللي هجم على المدن والبلدات والقرى. أسف انتهى الوقت سيد يونس. باختصار سؤال الحلقة اليوم بعد حلب، إلى أين تسير الأمور باختصار؟ إلى حسم عسكري أم
تسوية سياسية، نأخذ رأي حضرتك ونرى كيف صوت المشاهدون. أنا أعتقد أن في الحرب هناك دائما العصا والجزرة. نعم. ربما إذا أرادوا الجزرة فهي مقدمة لهم. نعم. الوطن يتسع للجميع، لكن للإرهابيين لن يكون لهم مكان. أما الذي يريد أن يعود إلى وطنه إلى بلده يمكن أن يعود بكل بساطة، ومن لا يريد فالميدان هو الذي يقرر. أوكي. وما حصل في حلب اليوم هو أكبر دليل على ذلك. نتابع سوية نتيجة التصويت على تويتر من المشاهدين الذين صوتوا. 70% قالوا إن الأمور في سوريا تسير نحو الحسم العسكري بعد حلب، و 30% قالوا إنها نحو تسوية سياسية. التصويت مستمر على موقع arabic.rt.com عبر الإجابة على هذا السؤال: بعد حلب إلى أين تسير الأمور في سوريا، نحو حسم عسكري أم نحو تسوية سياسية؟ أشكر ضيفينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي سيد يونس عودي، ومن إسطنبول الدكتور نصر الحريري الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين على المشاركة معنا الليلة. أشكركم أيضا مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات لاحقة.